السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وجاب لحضراتكم في هذا الفيديو الكبسولة الصاروخية واسعة المدى 180 قرش التي ستجعلك في شباب دائم. معقولة كبسولة واحدة صاروخية وواسعة المدى ب 180 قرش وستجعلك في شباب دائم؟ طبعا. ليه؟ لأن الكبسولة دي بتحتوي على ثلاث أركان رئيسية: مضادات أكسدة، فيتامين ب المركب وفوليك أسيد، بالإضافة إلى الزنك. معلش نقطة صغيرة، في ناس قد تشتكي من علو صوت الفيديو، معلش أنا نبرة صوتي عالية، فأنا أستأذن حضرتك، يعني أنا صوتي جهوري شوية، أنا أستأذن حضرتك من الفوليوم كده توطي الصوت بما يتناسب مع أذن حضرتك. والمشتركين الخاصين بقناة الدكتور محمد القفاص أو الناس عامة بحترمهم وعلى راسي من فوق، لكن نبرة الصوت دي طبيعتي، تكويني الجسماني، زي ما يكون واحد طويل او واحد قصير او واحد اقرع او واحد شعره غزير، دي طبيعتي، صوتي جهوري. نرجع للكبسوله، بتشمل او بتحتوي على ثلاث اركان رئيسيه، كل ركن منهم له دواء مستقل في السوق. يعني مضادات الاكسده اللي في هذه الكبسوله لها منتج مستقل في السوق، منتج مضادات اكسده. طب فيتامين ب المركب والفوليك اسيد لهم منتج مستقل فيه الحاجات دي. طب الزنك اللي فيها برضه ليه منتج مستقل؟ مثلا لو قلنا مضادات الاكسده فيها سيلينيوم اي سي اي، في منتج اسمه سيلينيوم اي سي. فيتامين ب المركب موجود في الملجا والنيوروتون مثلا، الزنك في الاوكتوزنك. الكبسوله دي بقى شامله ومتكامله وجمعت الحبايب كلهم مع بعض علشان حضرتك تظل في شباب دائم. اولا جمعت مضادات الاكسده سيلينيوم اي سي اي، سيلينيوم ملك مضادات الاكسده، تمام، فيتامين سي او فيتامين جيم اللازم والضروري لكل انشطه الجسم، لازمك منه 1 جرام يوميا، تمام. فيتامين اي، فيتامين احد الفيتامينات الزائبه في الدهون الادك بالاضافه للاف، فيتامين اي، تمام. فيتامين ه برضه موجود. مجموعة مضادات الأكسدة دي أول ما نسمعها من أيام فيديوهات الأعشاب، لما كنت بقول لحضراتكم نسمع مضاد أكسدة يبقى مضاد للسرطان، يقتل الشوارد الحرة، يخلص الجسم من أي سموم، يحافظ على الخلايا والأنسجة، يبقى هيحافظ على حيويتك وعلى شبابك، ده غير إن هو سيساهم في عمليات التمثيل الغذائي في كل المواد الغذائية اللي موجودة في الجسم. أدي حاجة. طيب فيها فيتامين ب واحد وب اتنين وب ستة وب 12 إضافة إلى الفوليك أسيد، مجموعة فيتامين بي كومبلكس، يبقى هتحافظ على خلايا الجهاز العصبي والأعصاب اللي ماشية، وهتضمن وصول النبضات العصبية، وإن جسمك كله لو فيه التهاب ناتج عن مرض السكر هتعالجه، لو عندك ارهاق او انيميا ناتجه عن نقص فيتامين ب المركب او ب 12 هتعالجها. طبعا اجهاد، اي حاجه، تعب اثناء المذاكره، تعب اثناء الشغل، برضو هتساهم في العلاج منها، تمام. ايه تاني؟ الزنك، عنصر الزنك الضروري جدا والهام في التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، برضه موجود في الكبسولة. فالكبسولة دي كبسولة صاروخية واسعة المدى متعددة المزايا، يلزمني كبسولة يوميا بعد الإفطار أو بعد الغداء ب 180 قرش هعدل كل حياتي. طيب اسم المنتج نيوري ماكس كبسول، نيوري ماكس كبسول، شو مي انجلش، نيوري ماكس كبسول. وده شكل الشريط، كافيه اوليه، شاي بلبن. شكل الكبسوله غير محتوياتها الفعاله جدا،
شكل الكبسولة جذاب جدا ومحترم جدا. ما هو من ضمن الحاجات اللي بتأثر على نفسية المريض برضو شكل الكبسولة ولون الكبسولة، غير ان بيداخلها مواد فعالة قوية جدا 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 جدا. في واحد قاعد بس مش من ضمن المشتركين بيقول الراجل ده عمال بيعلن عن منتجات مصرية. تمام، كلام حضرتك مظبوط جدا وبحترمك وعايز اشوفك عشان اخدك بالحضن وابوسك. تمام، انا راجل صيدلي، الدواء هو شغلتي. تمام، هقول حقيقة علمية ان فيتامين ب واحد لازمك، فيتامين ب اتنين لازمك، ب ستة لازمك، ب اتناشر لازمك، الفوليك اسيد لازمك. تمام، اسيبك بقى انت تتوه في السوق ولا اسلم لحضرتك الحل في ايديك اللي هتنزل دلوقتي الصيدلية اللي تحت البيت هتقول له اديني شريط وتدي له 18 جنيه هيديك شريط اهو. تمام، انا لازم ادي للناس الحلول، انا مش هديهم، ما انا ممكن افتح لهم كتب التغذيه وكتب التشريح وكتب الفسيولوجي، بس في النهايه المريض هيلوص مني او اللي قاعد المشاهد هيلوص مني. طب انا عايز فيتامين ب واحد اعمل ايه؟ ب ستة اعمل ايه؟ مضادات اكسده اعمل ايه؟ زنك اعمل ايه؟ لا، انا بديك الحقيقه العلميه وفي نفس الوقت الحل الواقعي الملموس. ترفع سماعتك لاي صيدليه ابعت لي علبه نيوري ماكس اللي سعرها 54 جنيه، شو مي ذا برايس اهو 54 جنيه. تمام، يبقى ده شغلي انا النهارده مش هسوق سراير خشب، مش هسوق انابيب بوتاجاز، انا بسوق مجال تخصصي. ادي نقطه. تاني نقطه، فاعليه المنتج. انا النهارده برفع منتج فعال زي ما رفعنا الكيروفيت والناس استخدمته واتسحب من السوق تماما، وحاليا ما فيش حبايه كيروفيت في السوق. ادي حاجه. تاني حاجه، المنتجات المصريه، انا راجل مصري عاشق لتراب هذا الوطن، لا اشجع الا الشغل المصري او الشغل المستورد بقنوات شرعيه بترخيص شرعي حسب إدارة الدولة لهذا الموضوع. يا إما منتج مصري أصيل يا إما منتج مستورد من الخارج، إحنا لغاية دلوقتي ما عملناهوش فبنستورده بقنوات شرعية وبطرق شرعية موجود بفواتيره. فلو سمحت الكلام اللي أنت بتتكلمه ده غلط ما تتكلموش تاني. خلاص؟ نيوري ماكس كبسول إنتاج شركة كيمي فارم. شركة كيمي فارم، الصرح المصري الوطني العملاق. وبعدين في حاجة، These prices are unavailable throughout the world except Egypt. هذه الأسعار حصرية فقط داخل جمهورية مصر العربية. ARE Arab Republic of Egypt. مصر بخير، مصر في الصناعات الوطنية، أسد لا يشق له غبار. نيوري ماكس كبسول متوفر بجميع الصيدليات، جرعته كبسولة بعد الفطار يوميا أو بعد الغداء يوميا، سعر الشريط 18 جنيه فقط. جيبشن باوند. دمت برضه بصحة وعافية، ولا احتجت أي صيدلية ولا أي طبيب ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.